نعم. السلام عليكم الله وبركاته. فنحن أبناؤكم من منطقة الحدود الشمالية من مدينة رفحة، جئنا لننهل من بحر علمكم الزاخر، ونحن في بداية طلبنا للعلم، فهل يا شيخنا أحسن الله إليكم من وصايا جامعة نافعة في هذا المجال؟ والله يحفظكم. أولا أهنئكم على هذه الهمة العالية، وهي سلوك الطريق لطلب العلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه واحد. ثانيا أبشروا بالخير ما دام هذه النية، واثبتوا على طلب العلم، وكرسوا جهودكم، واجعلوا أكبر همكم ما جئتم له من طلب العلم، ولا تلتفتوا إلى غيره، لأن العلم كما قال بعضهم: إن أعطيته كلك، إن جعلت نفسك كلك للعلم أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك حرمت منه. فالعلم يحتاج إلى جهد يعني تعاهد وصبر، لأنه جهاد في سبيل الله، بل طلب العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن طلب العلم كل الأمة تحتاج إليها، الكافرة والمسلم، والجهاد لا نحتاج إليه إلا لرد الأعداء. ثم احرصوا على البدء بالكتب المختصرة، احفظوها بعد حفظ كتاب الله عز وجل. مثلا احفظ الكتاب أولا، ثم انظر للسنة، تخير الأحاديث الصحيحة منها فاحفظها. وهنا شيء لقمة سائغة على ما يقولون عمدة الأحكام، العبد الغني المقدسي رحمه الله جاهزة، جمع فيها ما يحتاج غالب الناس إليه من الأحكام مما في الصحيحين، احفظوها. وأخيرا طبقوا العلم بالعمل، لا تكن نسخة كتاب، بل كن متأثرا بعلمك في عبادتك وفي أخلاقك وفي معاملتك للناس. لا يكن أكبر همك أن تجمع وتحوش العلم فقط، العلم المراد به العمل، ومن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، كذلك أوصيكم أن لا يكن همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أو مسلم، هل هذا الحاكم كافر أو مسلم، وإذا حصل أي اختلاف بين الشباب قال: هذا اتركوه، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي يأمر أهله بالاتحاد، وأن يكونوا على شريعة الله، فقال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله تبارك وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين كمل ولا تتفرقوا فيه. وقال الله لنبيه مؤكدا: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. لا يكن همكم أن تقول: العالم فلان وش فيه، العالم فلان وش فيه، لا، دعوا هذا، اتجهوا لطلب العلم والعمل به ودعوا الناس. العلماء ما منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، فمن أخطأ لم نقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا خطأه
نعم قبلنا صوابه لا لأنه فلان بن فلان ولكن للصواب. ألم تعلموا أن الله تبارك وتعالى قبل قول المشركين وهم مشركون؟ أجيبوا. بلى، قال الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه حجة، والله أمرنا بها، هذه حجة ثانية. ماذا قال الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، أبطل هذه الحجة لأنها غير صحيحة، وسكت عن قوله عن قولهم وجدنا عليها آباءنا لأنها صحيحة، قبلها الله مع أنها قول المشركين. ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الشيطان لأبي هريرة: ألا أدلك على آية من كتاب الله إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح؟ قال له أبو هريرة: بلى. قال: آية الكرسي. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: صدقك، وهو كذب، والشيطان صدقه الرسول عليه الصلاة والسلام لكنه احترز عليه الصلاة والسلام، قال: صدقك وهو كذوب، يعني احذره احذره، لا تقول صدقني في هذا وصدق بكل شيء، لا، صدقك وهو كذوب. ألم تعلم أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا محمد، إننا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر، أقره على هذا، ثم أيد هذا بقوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يهودي قال الحق فقبل، مشركون قالوا الحق امشي معنا، الشيطان قال الحق فقبل. يا أخي، لا تجعل ديدنك وهمك ما تقول في فلان ما تقول في فلان، كفر فلان، بدع فلان، فسق فلان، هيصير هذا. من المؤسف أن هذه اليقظة الإسلامية في الشباب، والحمد لله ونسأل الله يثبتهم، ضربت بهذه الفتنة والعار، تفرق الشباب علشان العالم الفلاني والعالم الفلاني. ما علينا من العلماء، العالم إن كان ميتا قد قدم على ربه والله تولاه، وإن كان حيا فالحق مقبول من أي إنسان والباطل مرفوض من أي إنسان. وبارك الله فيكم يا أهل رفحة.